أرحب بالدكتور محمد فراس النائب أستاذ العلاقات الدولية من دبي. مرحبا بك معنا دكتور عبر شاشة الغد فيما ينتظر انطلاق قمة خليجية أمريكية في جدة، هي القمة الرابعة منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي، وفي ضوء السياق العالمي والإقليمي الجديد دكتور محمد والتوقيت الذي تمر به على حد سواء الإدارة الأمريكية والمنطقة العربية، توقيت ربما يجعل هذه القمة أوسع نطاقا وأكثر أهمية، ولكن كيف يمكن المقاربة خلال هذه القمة بين ما هو ممكن عربيا وما هو مطلوب أمريكيا؟ السلام عليكم في البداية. عليكم السلام. في الحقيقة دعنا نعترف بأن أي حراك دبلوماسي على مستوى صناع القرار هو شيء إيجابي باتجاه السلام والاستقرار الذي هو هدف استراتيجي لدول المنطقة وفي مقدمتها الإمارات. بطبيعة الحال هناك نوع من التسويات في العلاقات الدولية، ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، ما تريده دول المنطقة العربية. هذا الأمر يخضع للتفاوض ومن ثم الذهاب باتجاه تسويات يمكن أن تكون مرضية إلى حد كبير. الولايات المتحدة الأمريكية نعلم تماما بأن الملفين الأكثر أهمية بالنسبة لها هو موضوع الطاقة والأمن، وإن كان قد يختلف موضوع الأمن في نظر الولايات المتحدة الأمريكية عن ما تريده دول المنطقة العربية من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ما حصل من اتفاقيات شيء مميز للغاية، مجرد الجلوس على طاولة الحوار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وما بين الدول العربية التي تتواجد في قمة جدة، هذا الأمر حيوي للغاية وإيجابي للغاية. وأنا أقول بأنه ما تم الوصول إليه حتى اللحظة هو شيء إيجابي، ولكن يقف عند الأمور ذات الاستثنائية المتعلقة بروسيا التي صنفتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر الناتو بأنها التهديد الاستراتيجي، الصين الذي صنفته أيضا الولايات المتحدة عبر الناتو بأنها المنافس الاستراتيجي. إذا ما بين التهديد الاستراتيجي والمنافس الاستراتيجي، وأيضا فيما يتعلق بملف الطاقة، بأن تكون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مساندتين فيما يتعلق بخفض الأسعار وزيادة الإنتاج بطبيعة الحال. إذن هذين الملفين الحيويين لم يتم الوصول حتى اللحظة إلى شيء واضح بشأنهما، وهنا سوف تأتي قمة جدة وما سوف ينجم عنها من ثمار لتتضح الرؤية بشأن كما قلت هذين الملفين. عن أي أمن دكتور فراس يعني يمكن أن يتحدث المجتمعون في ضوء غياب كامل عن الحديث عن القضية الأهم والشاغر الأهم بالنسبة للدول العربية، القضية الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها، بل ويمكن أن نقول أنها ازدادت تعقيدا. هل تعتقد أنه يمكن اقتناص أو انتزاع موافقة أمريكية وقرار أمريكي بالشروع في تنفيذ المبادرة العربية للسلام؟ أعتقد بأن زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى المنطقة يمكن أن تحرك المياه الراكدة، يمكن أن يكون هناك بعض النتائج الإيجابية، وحصل هذا الأمر من خلال تلك المبادرات لدعم الفلسطينيين وهذه التحركات الإيجابية بشأن دعنا نقول شعارات معينة يمكن أنها وقفت عند لحظة معينة، ومن ثم فيما بعد يعاد النظر بها حول دولة قابلة للحياة. إذن كل من تلك الأمور يمكن أنها مفيدة، ولكن أنا أقول وأعيد القول الحقيقة بأن الرؤية لم تتضح بعد، لأن الفرقاء الذين يجلسون اليوم على طاولة الحوار مع الإدارة الأمريكية مع الرئيس الأمريكي بايدن اليوم
سوف ينجم عنها الكثير من التسويات. كما قلت التسويات، وليس هناك مكاسب لأحد الطرفين، لأن هناك بدون شك ولا يخفى على أحد أشياء جوهرية لا يمكن العودة عنها. على سبيل المثال، كيف أنه كان هناك نوع من القول في البيان السعودي الأمريكي بأن لن يترك فراغ في المنطقة لروسيا أو الصين، ولكن هذا الأمر جاء عبر واشنطن، جاء بأنها لن تترك، ولكن ليس هناك من التزام من قبل الطرف الآخر، وخاصة بأنه كان هناك اتفاق في البيان بأن النزاعات الدولية يجب أن تحل عبر الطرق الدبلوماسية، وهذا الأمر هو السياسة التي تم إطلاقها من قبل الإمارات العربية المتحدة ومن قبل المملكة العربية السعودية، وبالتالي لا عودة عنها. إذن ليس هناك الحقيقة وضوح حتى اللحظة إذا ما كان هناك تسويات بشأن الملفين الرئيسيين، الذي سوف بطبيعة الحال أي اتفاق بشأن هذين الملفين سوف يعود بطريقة غير مباشرة على القضية الأساسية المتعلقة بالملف الفلسطيني وما يمكن أن يطلق لاحقا حوله. دون شك دكتور، مسألة أمن الطاقة وهي العنوان الأبرز خلال هذه القمة، وتأتي في صلب اهتمامات إدارة بايدن إلى درجة أن البعض يرى أنها السبب الرئيسي ربما لزيارته للمنطقة بعدما تضمنه أو جاء في إعلان القدس من تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. السؤال هنا، مدى استعداد السعودية للتعامل مع هذا المطلب في ضوء بكل تأكيد اتفاقات مجموعة أوبك بلس والتي تضم روسيا؟ في الحقيقة بأن كما قلت العلاقات الدولية دائما ما تصل إلى أفاق مسدودة عندما يراد أن تحقق إحدى الدول مكاسب كاملة، لا يمكن الحصول على مكاسب كاملة، وبالتالي الولايات المتحدة تريد أن يكون هناك مساندة ودعم من قبل الدول الرئيسية في إنتاج النفط من أجل خفض الأسعار، وقد يكون أيضا المأزق الذي يتواجد به العالم بأسره فيما يتعلق بأزمة الطاقة. طبعا الولايات المتحدة إذا لاحظنا بأنها ذكرت بأنها تريد المساندة فيما يتعلق بإمدادات النفط للولايات المتحدة ولم تذكر العالم. إذا هناك مأزق، هناك رغبة بالولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية بالدرجة الأولى، وخاصة بأنها أمام استحقاقات معينة تريد أن تحقق مكاسب، ولكن بالمقابل ماذا سوف تقدم من أجل تحقيق هكذا نوع من المكاسب؟ هذا الأمر سوف يخضع للتفاوض، وخاصة بأنها اليوم الرئيس الأمريكي بايدن يجلس أمام الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ويمكن أن يكون هناك نوع من التفاوض بشأن كما قلت التسويات، وأعيد القول بشأن التسويات، لكن المكاسب الكاملة التي تريد أي من الدول الحصول عليها قد لا تكون اليوم في ظل الظروف العالمية وفي ظل الظروف التي يتواجد بها العالم قد لا تكون متاحة. إذن يمكن أن يكون هناك نوع من المساندة، يمكن، لكن ليس هناك عودة عن جوهر القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، لأنها ثمرت استراتيجيات معينة تم الأخذ بها في ظل، وخاصة كما حصل بعد انتخاب الرئيس بايدن، من انسحاب ورمادية للاستراتيجية والسياسات التي اتبعتها الولايات المتحدة تجاه ملفات المنطقة الحيوية. وبالتالي إذا لم يكن هناك وضوح كامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه هذه الملفات، لن يكون أيضا هناك نوع من هذه التسويات المرضية لها من قبل الأطراف الآخرين على مائدة الحوار اليوم. دكتور فراس، يعني بالبحث في تاريخ القمم الأمريكية الخليجية وأبرز ما نتج عنها، بداية من قمة كامب ديفيد مايو 2015، ثم الرياض أبريل 2016 في عهد باراك أوباما،
ثم مايو 2017 في الرياض أيضا مع دونالد ترامب، وصولا إلى قمة جدة المرتقب انطلاقها بعد قليل. هل يوجد ما يجعلك متفائل بأنه هناك نية أو رغبة أمريكية لتقديم أي شيء للمنطقة؟ الحقيقة بأنه عالم العلاقات الدولية لا يعرف الأخلاق لطالما قلت هذا الأمر، وإنما يعرف المصالح، وبالتالي المصالح هي المحرك الرئيسي لأي نوع من التسويات التي سوف تحدث اليوم. وإذا أرادت الدولة العظمى أن تقدم الكثير من تلك المصالح الحيوية لدول المنطقة العربية، فأكيد سوف يكون هناك مكاسب وسوف تكون هناك تسويات مرضية. إذن هذا الأمر واضح للعيان. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هامش المناورة بشأن تلك الملفات قد يكون ضيق للغاية، بفعل أن هناك أزمة طاقة وهناك أيضا أزمة أمنية يمكن القول من منظور الأمريكي حول التهديد الاستراتيجي والمنافسة الاستراتيجية لروسيا والصين، وبالتالي هذا الأمر سوف يجعل هامش المناورة ضيق إلى حد كبير. وهذا الأمر الذي دعا الولايات المتحدة من الأساس أن تتغاضى عن النهج الذي أطلقته من البداية وتحضر إلى المنطقة في هذه الزيارة. وبالتالي يمكن أن نقول، والتفاؤل شيء إيجابي، يمكن أن نقول بأن النتائج نتائج قمة جدة سوف تكون مرضية إلى حد كبير إن شاء الله.